بمدينة الرباط، حاصل على العديد من الأعمال الفنية وحاصل على عدد كبير من الشهادات الجامعية المختلفة، أهمها تخرجها بدرجة بكالوريوس الجامعية ثم شهادة من المعهد العالي للفنون المسرحية. بالإضافة إلى ذلك، في بداية عام 2020 تميزت بموهبتها الصوتية وقدمت العديد من الأعمال الفنية الغنائية ثم التميز، والتي حظيت باهتمام الجمهور في جميع الدول العربية. مؤخرا نفت الفنانة ندى الداوي الأخبار الرائجة حول وجود صراعات بين أبطال مسلسل المكتوب خلال التصوير، مؤكدة أن هذا الخبر مر في ظروف جيدة. قالت كنت سعيدة بالاشتغال في العمل في المرة الثانية مع الطاقم نفسه، ولم ألاحظ أي تجنجات في الكواليس، بل العكس، لكن من الطبيعي أن تشعر أحيانا بالتوتر رغبة في تقديم أفضل ما لدينا. كسبت مؤخرا الفنانة ندى الداوي بطلة مسلسل المكتوب في جزئه الأول والثاني حب المشاهد المغربي من خلال أدوارها المتألقة بالمسلسلين الرمضانيين نصف قمر والمكتوب، مما جعل البحث عنها يتصدر محركات البحث في المغرب وعبر صفحاتها على مواقع التواصل خاصة انستغرام. رصدت بعض الجرائد، فبعد أن انتشر العديد من الأخبار حولها، فهي فنانة وناشطة اجتماعية مغربية من مواقع